السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج ترحي. مرحبا ومسهلا مشاهدينا، مواضيعنا اليوم متنوعة، وتتابعون في حلقة الليلة من خلال مجموعة تقارير بتناول أمور اجتماعية ورياضية وثقافية، وبالإضافة إلى ضيوف مميزين مثل كل يوم راح يشرفونا في الاستديو ونستعرض معهم مواضيع تهم الكثير من أهل قطر. نعم يا ناصر، والليلة أيضا أنتم على موعد مع الفقرة الأسبوعية اللي بيقدمها زميلنا ناصر الخليفي من بحر الدوحة. ناخذ علوم الفقرة. علوم الفقرة. حياكم الله والساعة المباركة، اليوم إن شاء الله عندنا مفاجأة لكم وفالكم طيب مع أخونا مبارك بن راشد نعيمي، بنرويكم المفاجأة لكن عقب ما نرجع إن شاء الله. بإذن الله أبو مبارك، إحنا في انتظار مفاجأتك ونرحب بك وبضيفك اللي راح يكون معك إن شاء الله خلال فقرة مفاجأة حلوة صراحة البحر. نعم بإذن الله إن شاء الله. وإذا مشاهدينا، من الفقرات المميزة فقرة الكاريكاتير الأسبوعية مع الرسام حسن المطوع. مرحبا ومسهلا بك حسن، وإيش راح نتابع معك اليوم؟ يا هلا ومرحبا فيك أخوي ناصر وأخوي خالد. طبعا رسمة اليوم تتكلم عن العودة إلى العمل من بعد يعني إجازة أسبوع ومن بعد إجازة العيد، ونقول كل سنة وأنتم طيبين أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله تعجبكم الرسمة يعني. ونطيب يا حسن، إن شاء الله نحن يعني نوصل معك خلال طبعا احنا راح كل بين فتره وفتره نطلع نشوف ايش قاعد ترسم ان شاء الله، لكن ان شاء الله في نهايه الحلقه بتكون معنا ان شاء الله ونشوف الرسمات منها نشوف يا ناصر ايش يرسم، ومنها نتعلم الرسم بعد. لا كاريكاتير انا ما عندي ولا بحول يعني. تعلم خالد يا حسن. والله خالد بس عاد اخذ على الدوره، عاد انا ما فيه ما بحول اتعلم الرسم انا. الله يعين. ابشر ابشر، بيض الله وجهك يا حسن، وان شاء الله نرجع لك ان شاء الله خلال الحلقه. وجهك ابيض. اذا مشاهدينا الكرام، البدايه راح تكون سياحيه، حيث كانت قطر دولتنا الحبيبه مقصد للكثير من السياح خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وخاصة من دول الجوار. نعم، الهيئة العامة للسياحة أصدرت إحصائية تظهر نسبة الزوار اللي دخلوا قطر في هذه الفترة، تفاصيل في هذا التقرير. استقبلت الدوحة خلال أيام عيد الأضحى الكثير من السياح الذين جذبتهم فعاليات ومهرجانات العيد، فكانت الدوحة مقصداً لهم ولعائلاتهم للاستمتاع باحتفالات العيد التي تنوعت بين السياحية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية والرياضية المميزة. فقد أظهرت أرقام صادرة عن الهيئة العامة للسياحة أن ما يزيد عن 65 ألف زائر، معظمهم من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث زاد عدد زائري الدولة بنسبة وصلت إلى 55% بالمقارنة مع عدد الزوار في نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن وصول نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 90%، وهي أعلى من نسبة الإشغال الفندقي للفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الهيئة قد أعلنت أنه في الربع الثالث من العام الجاري سجلت السياحة في قطر زيادة في جميع القطاعات، حيث زاد عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16%، بينما زاد عدد السياح من كافة أنحاء العالم بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012. ارتفاع النسب المسجلة لزائري قطر بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص تدل على نجاح الهدف الذي وضعته الهيئة العامة للسياحة لجعل قطر وجهة للسياحة العائلية. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي فيه طبعا خالد احصائيه يمكن بنسبه زياده في المئه من السنه اللي فاتت 16% بالنسبه لدول الخليج والدول المجاوره، و7% بالنسبه لدول العالم. طبعا هذه الزياده دلت يدل ان هناك جهد ايضا، سواء من الهيئه العامه للسياحه، من اداره سقواق، في اداره كل يعني كل الاماكن، كتاره يعني كل اماكن عندنا السياحيه والثقافيه، هذا جهد واضح لهم، وهذه نتيجته، هذه ثمرة بيض الله وجيههم. نعم. ونقول مرحبا ومسهلا بكل من زارنا في بلادنا قطر. نعم، مرحبا ومسهلا بهم كلهم، والعين اوسع لهم من المكان. ما يحتاج. نعم. بارك. نعم. الساعات.
أعزائي المشاهدين، نبغى في أجواء العيد ولكن من كتارة، حيث احتفلت المؤسسة العامة للحي الثقافي بالمشاركين في تنظيم الأمن خلال فعاليات مهرجان عيد الأضحى المبارك. المزيد في هذا التقرير. يحتضن الحي الثقافي كتارا أنشطة وفعاليات تحمل في طياتها أبعادا ثقافية وتاريخية لجمهورية الإكوادور، ويأتي الهدف من استضافة المهرجان الذي يقام بين 22 و 26 من الشهر الجاري تعميق العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور. احنا لله الحمد اليوم كان مهرجان كبير جدا بحضور يعني تقريبا لا يقل عن 2000 شخص في المسرح. لأول مرة يعني تكون فعالية تحدث في كتارة بالتعاون مع سفارة معينة يحضر هذا العدد. احنا على تعاون دائما مع السفارات جميعها بدون استثناء، ولكن بالنسبة لسفارة الإكوادور طبعا هناك كان تعاون على مستوى رفيع، وتمخض هذا التعاون على هذا المهرجان الضخم. وتنوع العرض بين عزف للموسيقى والرقصات الشعبية للدولة اللاتينية وعرض للزي التقليدي والأزياء الفلكلورية لجمهورية الإكوادور. وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الإكوادوري افتتح معرض للفن التشكيلي والمنحوتات اليدوية التي تشكل جزءاً من موروث الإكوادور وثقافتها. كذلك سوف تفتتح على شاطئ كتارا مشاهد تحاكي الحياة الطبيعية البحرية في الإكوادور. وبالانتقال إلى موضوع آخر وفي إطار ريادتها في مجال السلامة المهنية، تنظم قطر للبترول دورة لإعداد كوادر وطنية لسد احتياجاتها في مجال الإطفاء ومكافحة الحرائق الصناعية. نعم، للحديث عن هذا الموضوع معنا السيد علي بن مرزوق المري أحد المتدربين. يا مرحبا يا مسهلا فيك علي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مرحبا فيكم يا مسهلا يا أخوي ناصر وأخوي خالد، شرفتني في هالبرنامج و الله يطول عمركم. وانا سعيد في لقائي معكم. الشرف لنا وكان لي اسعد. واحنا اذا ودنا طبعا احنا كنا نتكلم عن دوره التدريب، يمكن قبل نطلع على الهواء كنا بغينا نسوي فيك ما قصرتوا. طبعا المقصد بالعكس، احنا تشرفنا بك وانا كذلك نتشرف بكوادر قطريه صراحه في مجال الاطفاء. لكن اذا نبغى نتكلم عن الدوره، كم عددكم في الدوره اللي قامتها قطر البترول؟ احنا الحين في الدوره الحاليه 15 شاب قطري في هالمجال. ما شاء الله. نعم. كلكم جدد ولا في؟ لا احنا كلنا جدد. نعم. في هذا المجال وما تسمنا الا الشهر الثاني حاليا. نعم. وكم كم فتره الدوره هذه اللي تاخذونها الحين؟ مدتها الاجمالي نعم سنه وثمان شهور بالتحديد. نعم. ولكن مقسمه الى اربع مراحل تأسيسية. المرحلة الأولى منها اللي هي مدتها 4 شهور اللي هي تقوية اللغة الإنجليزية. أما المرحلة الثانية ومدتها 6 شهور هي بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مبادئ رجال الإطفاء. نعم. ثم فيها المرحلة الثالثة اللي هي مدتها 5 شهور وهي بتكون في رأس لفان. نعم. عن ميدان نقول عملية هكذا. نعم. عملية ونظرية. أنتوا الحين في المرحلة الأولى اللي هي اللغة الإنجليزية. في المرحلة الأولى نعم. صار لكم تقريبا فيها شهرين. نعم. زين، إذا نتكلم عن هذه البرامج اللي مقسمة ذكرتها أنت في الدورة مدتها سنة وزيادة، لكن مقسمة على اللغة الإنجليزية وفي الجزء الثاني وين قلت؟ اللي هو الميدان النظري والعملي. النظري بعده العملي. نعم. ايش الفائده من هذه كلها؟ ليش ما دخلوكم الميدان على طول يعني؟ اكيد لابد ان هناك فائده معينه. هي الفائده اكيد انها ايجابيه بلا شك، لان احنا كشباب قطريين مستجدين في هذا المجال يبغينا مش على طول، من بغينا فترات معينه. نعم. احنا ناخذ الامكانيه
والطابع. يعني نقول تطويركم أكاديميا بعد غير تطويركم مثلا كعمليا كعامل يعني كرجل إطفاء أيضا يكون أكاديمي في نفس الوقت. نعم. يعني تأخذون أنتم مبادئ اللغة وبعدها المبادئ مثل ما قلت الإطفاء في النظرية. أي نعم. وبعدها تنتقل إلى المبادئ أو خلينا نقول العملي. كم مدة العملي في الدورة تكون؟ 5 شهور قلتي ولا؟ هي 5 شهور. نعم. في منها النظري والعملي وفي منها التدريب الميداني اللي هو في المرحلة الرابعة والأخيرة. طيب. علي لو إحنا بنتكلم عن الهدف من إقامة هذه الدورة يعني مثل هذه البرامج وين يبون يوصلونكم أنتم كموظفين أو كفايرمان؟ طبعا مؤسسة قطر للبترول تعمد لتأسيس كادر قطري شاب قطري واعد في هذا المجال وتعطي صبغة أو مثل ما نقول بصمة للشباب القطري في هذا المجال. نعم. المجال هذا في مجال البترول تقريبا كان يعني بتخدون هالصملة في قطر البترول إن شاء الله. نعم. ليش لا أنت حسن علي يمكن كنا نتكلم تحت الهواء كنت تقول لي أنك شدك برنامج هالصملة. نعم. على قناة الريان اللي هو برنامج الخاص برجال الدفاع المدني اللي توجه لهم بتحية من خلال برنامج ترحيب على كل ما يقومون به وكل رجال قطر في كل مجالاتهم. إيش اللي خلاك يعني تميل لهذا المجال من العمل اللي هو مجال الإطفاء أكثر من غيره؟ المجال هذا فيه يقول في الحديث الشريف عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله. بالتأكيد نحن في المجال هذا عين ساهرة في المجال خاصة في القطاع الإنتاجي. نعم. للبترول. نعم. وهذا أعطاني دافع أنا والشباب اللي معاي نحن نكون. نعم. الأولى نحن نحافظ على الممتلكات هذه. نعم. أكيد وعلى السهر أيضا على أمن وسلامة هالقطر. نعم. في كل المجالات سواء في المجال العملي أو في المجالات الأخرى بيض الله وجيكم. ولكن كيف تشوف الشباب القطريين معكم في الدورة علي؟ والله ما شاء الله عليهم شباب اندفاع قوي جدا في هذه الدورة وطموحها عالي ويعني نتأمل فيهم وأنا كذلك أتكلم معهم لأن أنا مثلهم يعني. نعم. نحن إن شاء الله نكون بصمة جيدة للجيل الجاي اللي بيجي من بعدنا إن شاء الله بإذن الله. تكون قدوة بإذن الله إن شاء الله يا علي. الله يسمع منك. طيب علي لو بتكلم عن الدورة هذه إيش تضيف لك أنت لشخصك أنت؟ أضافت لي الدورة هذه أني عرفت أهمية رجل الإطفاء لقطر البترول. نعم. وبلا شك أنها رسالة إنسانية أكثر ما هي كعمل جهة عمل ونسعى إحنا الشباب القطريين إحنا حنحافظ على إنتاج البلد بإذن الله إن شاء الله. وهم انتم الان محافظين واللي سبقوكم بعد محافظين واللي جاي بعدكم باذن الله محافظين منها للاحسن ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وياكم وكل من يشاهدنا. سيد علي مرزوق المري احد المدربين في مجال الاطفاء ومكافحه الحرائق الصناعيه نشكر لك حضورك معنا في برنامج ترحيب ونتمنى لك التوفيق. الله مشكور يعطيكم العافيه ومشكور لبرنامج ترحيب اللي استضافني في هذا واتمنى ان اكون ضيف خفيف على هذا البرنامج. هذا واجب. الله يسلمك. مرحبا وسهلا. اعزائي المشاهدين بعد الفاصل بنتابع مزارع السمك وآلية العمل فيها خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم في ترحيب. الآن وصلنا إلى فقرتنا البحرية اللي راح يقدمها الزميل ناصر الخليفي من مركب في خليج الدوحة. مبارك مساك الله بالخير والكلمة عندك. حياكم الله يا مرحبا أبو سلمين. أنتوا طبعاً شرفتونا احنا على محمل لوسيل وطبعا في الكورنيش موجودين
في هالمكان احنا نقول الله لا يغير علينا وعليكم ان شاء الله. ضيفي اليوم مبارك بن راشد النعيمي، المفاجأة مزرعة، احنا نعرف مزارعنا طبعا كلها، احنا رايحين حق النباتات، اليوم مزرعتنا غير، مزرعتنا هي استزراع السمك، واللي موجود في المزرعة عند اخونا مبارك بن راشد النعيمي. يا مرحبا بك يا ابو راشد، والله يحييك. يا مرحبا فيك، يا مرحبا بالمشاهدين، ومشكورين على هالاستضافه. مشكور على مبارك، الله يطول عمرك. الله يعطيك العافيه، الله يسلمك. بس قبل لا نبدا احنا عندنا تقرير على المزرعه، الله يطول عمرك، وراجعين ان شاء الله بناخذ وياكم بنعطي مشاهدين تقرير حول المزرعه، نشوفه وياكم وراجعين. تعمل مزرعة مصعب لإنتاج وتوزيع الأسماك منذ أكثر من 15 عاماً على تربية وإنتاج الأسماك في أحواضها، وتعتبر المزرعة المكان الوحيد في قطر الذي يسمح لزوار اصطياد الأسماك المتواجدة بالسنارة وشرائها والاستفادة من المنافع الطبية لبعض الأسماك المتخصصة بتنقية الجلد. ويتم في المزرعة تربية وتكاثر وبيع عدد كبير من الأسماك والحيوانات البحرية والبرمائية والبرية كذلك. مع العلم أنه سيتم افتتاحها كمنتجع سياحي أواخر عام 2014. حياكم الله ويا مرحبا. طبعا شفتوا المزرعة، هذه المزرعة اللي عند براشد، مزرعة استزراع السمك، احنا بناخذ ونعطي مع براشد، الله يحييك ويسعد مبارك، الله يطول عمرك. بديت هواية وصارت تجارة، الله يبارك لك، الله يبارك ووفق لك. طبعا احنا نبي نعرف هذه، انت بديت هواية، نبي تكلمنا شوي عن المزرعة وعن الهواية هذه اللي من عقبها صارت تجارة يا براشد. الله يسلمك. فعلا من 15 سنه تقريبا، يعني انا من رواد البحر طبعا ومن هواة صيد الاسماك. سعد مبارك، الله يسلمك. فالمزرعه عندي عملت عليها تجارب، جبت انواع من الاسماك البحريه. الماي طبعا مال البحر يختلف عن ماي الزراعه، فالماي اللي عندي انا مقارب تقريبا 25% 25% نسبة الملوحة. البحر طبعا ما بين 48 إلى 50 نسبة الملوحة فيه. فجبت عدد كبير شوي من السمك، البياح، القرقفان، الصافي، الصبيطي، الهامور، أنواع من الأسماك صراحة، وحطيتها في حوض كبير عندي. فبديت يعني أعمل تجارب عندها في المزرعة كهواية ما شاء الله. مرت سنوات كثيرة، فالأسماك اللي عندي أعلفها، أعطيها أعلاف معينة، وكنت ما كنت أعطيها من الأعلاف يعني اللي هي خاصة أعلاف مال السمك، لكن كان نعطيها من الخبز والأكل العادي يعني اللي إحنا بداية الهاوي، بداية هاي بداية هواية زي براشد ما شاء الله. يعني السمك اللي تزرعه، يعني الاستزراع اللي أنت تسويها في المزرعة، أسماك بحرية ونهرية؟ لا، هي الاستزراع هو النهري فقط، اللي هو على البلطي، ولكن كتكبير الأسماك نجيبها على أصبعيات صغيرة، هذه الأنواع الأسماك الثانية. أما اللي عندي أنا بس فقط البلطي هو اللي أنا تكاثر عندي بكميات كبيرة، وكنت بعد نفس الشيء هواية بعد صارت تجارة، فكنت أنزل في السوق صراحة اللي هو البلطي والبياح. البلطي والبياح اللي يسمونه المصريين اللي هو البوري. البوري، ايوه. فانا كنت البوري اجيبه اصبعيات من مصر، اصبعيات صغيره تغذيها ايوه صغيره، فنعلفها ولحد ما تصير على بالكيلو،
تطلع تقريبا كذا بالكيلو، كيلو ونص تقريبا. الله يبارك. فكنا ننزل في السوق هو والبلطي. لكن الاسماك البحريه هذه بس هوايه صراحه، وتكاثر يعني ما تتكاثر عندنا، بعض الانواع تتكاثر بعضها ما تتكاثر. لكن انا بس سويت تجاربي عليها بانها تعيش في المزارع يعني. اي نعم، انها تعيش في المزارع، فبدت الهوايه كتجاره بعدين. ما شاء الله. يعني راشد، في طريقه جديده انت تبي تجذب فيها الجمهور او الناس حق المزرعه، اللي هي طريقه الصيد، يا ريت تكلمني عنها بقى. والله طريقه، شوف طريقه الصيد هذه انا يعني الاحواض اللي عندي من العيال، عيالي وعيال جماعتي والعيال الربعي اللي يجوني صراحه، الله يخليهم، فكنت انا اعطيهم السنارات يصيدون الاسماك. يعني يحدقون، يحدقون مشاهدينا. اندار عليكم الهواء، هذه دعوه من عند براشد يقول لكم حياكم الله في المزرعه، تعال احدق. طبعا لا في هواء ولا تحاتي مصابه ولا شيء، لا طبعا ما في اي شيء. فهي بدت صراحه من شلون براشد شفت اقبال؟ والله شوف يعني الاخوان، انت شوف، انت الواحد هو كبير يعني، احنا من رواد البحر، لما يروح يحدق ويصيد له مثلا يصيد صبيطي ولا يصيد له بالحداقه شكل، طبعا ما في حد اسعد منه ويشوفه فرحان، متعة يعني. نعم، فما بالك ان الطفل يجي واول مره يصيد لها، يطلع له بالسناره يعني يصيد، يحدق ويصيد، ما شاء الله، تحصله يعني كل يوم يبغى يجي، كل يوم يبغى يجي يعني. براشد كل واحد يصيد ودامه وتوكل على الله، يصيد ودامه وتوكل على الله، بيض الله. زين براشد، احنا غير الحمد لله الصيد والاستزراع وهذه، الغذاء والتغذيه وتامينها شلون وياك؟ والله شوف، هي التغذيه لو جيتها في الاسماك ولو جيتها حتى ايضا في الحيوانات، لو جيتها في كل شيء، هي التغذيه اهم حاجه. ما شاء الله، اهم حاجه، وهو اصلا التكلفه والمصاريف كلها على التغذيه اللي هي الاعلاف. يعني الاعلاف طبعا اي واحد مربي له بهايم او عنده مثلا الاسماك، احواض اسماك او شيء، يهمه اللي هو انه يعلفها، اهم حاجه عنده. صح. اما الامور الباقيه يعني انه مثلا بيعمل له اكسجين، بيعمل له حوض، هذا لو واحد بيقدر يسويها. لكن لما اجي حق الاعلاف، الاعلاف هذه هي مشكله صراحه. انا كنت اجيب بالاطنان، يعني كنت اجيب بالثلاثه طن بالخمسه طن من السعوديه. بس ما شاء الله ابو راشد، الحين انا عرفت ان عندك مصنع انت، والله انت تصنع بروحك. يعني اضطرينا صراحه. الله يعينك. يعني اضطريت وعملت المصنع. انت قدها ان شاء الله. الله يعينك. ابو راشد، شنو المواد اللي تستخدمها اللي هي المواد الغذائيه حق السمك؟ والله شوف، انا عندي كان فعلا يعني انا عندي مختص مال اسماك مصري، ما شاء الله، هو اللي يعني كنت مخليه مسؤول عن الامور هذه كلها، متخصص في المواد الغذائيه، متخصص في المواد الغذائيه، وهو مع اسماك يعني تربيتها. ممكن نعرف شنو المواد اللي انت تاكل؟ المواد هي سهله، يعني المواد هي سهله، هي الشوار الذره، الصويا، ما شاء الله، الجير اللي هو ما تعليه، يعني ممكن تضيف معاهم الخبز، الخبز العادي، ما تحط سمك، الاسماك طبعا، الاسماك هذه اللي هو زي العوم، شفت العوم هاي اللي هذه ياخذونها يعني عادي، هذه تخلطها مع كلها تخلطها طبعا تخلطها. يعني افهم من كلامك ان الخلطه كلها ما شاء الله طبيعيه ناتشرال 100%؟ لا لا 100%، وبروتينها 30%، بروتينها 30 يعني، البروتين فيها في 48 بروتين، وفي 25 بروتين، وفي 30 بروتين، ما شاء الله، اي على حسب يعني. زين براشد، انت واجهت مشاكل في غياب الخبرات اللي موجوده عندنا هنا؟ والله الخبرات واجهتها بصعوبه صراحه، ولكني انا اجتهدت، انا اجتهدت ورحت مصر، رحت البحرين، رحت السعوديه، رحت الدول الافريقيه وشفت المصانع وخذيت خبره وتعلمت فيها، وجبت زي ما قلت لك واحد شخصي. اجتهاد شخصي ما شاء الله، وجبت ناس ايضا مختصين بعد ذلك، لحد ان شاء يعني صارت الامور. والعلف زي ما قلت لك بعد ايضا ترى يبي له مكائن مختصه، يعني ماكينه مختصه عشان هي اللي تخلط، هي اللي تعمل، يعني مو بشخص ترى وبيعملها كذا خلطه، هي ما تجي كذي. الله يعينك. يمكن المشاهدين يفتكرونها لا يعني ان خلطه بجمعهم مع بعض، هي ما تفرق، هي بياخذها بس ما يستفيد السمك، ما يستفيد منها. صح صح. لما تنزل من الماكينه المضغوطه هذه وتجي، السمك يستفيد منها كبروتين، يستفيد منها كثير ما شاء الله. بعد يعني خبره 15 سنه
والله تستاهل يا ابو راشد. زين انت تشوف ان مثل المزرعه ذي او غيرها يا ابو راشد، هل هناك يعني في ضروره حق هاي المزارع؟ والله يعني انا من هوايه بديتها من 15 سنه، بعد سنتين بديت انزل بالسوق، وكنت انزل بالاطنان ابيع فيه، وكان الكيلو يوصل على 15 ويوصل 14 ويوصل على حسب. هذا بالنوع بس البلطي والبوري فقط. اما الاسماك البحريه لا طبعا كهوايه في المزرعه. لكن انه محتاجين كمزارع ايضا مع المزرعه اللي انا فيها الان اللي عملتها، محتاجين مزارع طبعا اكثر. محتاجين مزارع لا يقل عن 5-6 مزارع 7 مزارع اقل حاجه. ما شاء الله. يعني انا شفت في السعوديه مزارع. هاي اللي نتمناه والله. يعني في السعوديه مزارع مهتمين، في الامارات مزارع مهتمين، في مصر يعني بمساحات 100 كيلو. تروح 100 كيلو يعني وانت الاحواض يمينك ويسارك. يعني بغض النظر ان شاء الله احنا انت فيك البركه والدوله ان شاء الله ما راح تقصر. انا والله يعني مثل ما تقول ان في بالي سؤال، ان احنا نقول لو لا سمح الله، لو لا سمح الله مثل هاي اللي صار الموج الاحمر او اللي التلوث او اي شيء في البحر في بحر الخليج، مش المفروض انه يكون عندنا احنا مخزون على الاقل الحمد لله مثل المزرعه اللي عندك ومزارع هاي؟ والله هي المفروض صراحه. يعني يعني سؤالك هذا يعني كثير من الناس ترى يسالون هالسؤال هذا. يعني من المفروض ان احنا، انت ما تدري، ما تعلم بالغيب وما تدري باي شيء. يعني حتى لو الرياح لما تجيك ترى ينقطع السمك عندك، الصيادين ما يقدرون. اي والله. يعني فيها تحذير وفيها فيها انت دراك انه يصير شيء تلوث في البحر على قولتك، يصير اي شيء. من المفروض ان عندنا يعني انتاج محلي مهم جدا. والبركه فيك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الشباب اللي زي ابو راشد، من الجهات اللي تدعمك انت الحين؟ والله انا اجتهاد شخصي صراحه، ما حد يدعمني. يعني ما في احد يدعمني، انا شاد شخصي مني، وانا اللي اجيب كنت الاعلاف، اللي كنت اسعى اجيبت الخبر وجبت الناس واشتغلت ما شاء الله. عن من اللي طالعهم هاي من الشباب اللي انت قلت لي والله انك مريت يعني على كذا واحد من ذوي الاختصاص واللي عندهم الخبره؟ لازم يعني زين. من الجهات اللي تساعدك وتشجعك على هاي؟ والله شوف انا ما حد شجعني ولا شيء، ولكن انا عندي واحد من الجماعه، انا خاله اسمه زايد، فعلا كان معاي معاي كان وهو من يعني اللي يشجع على تربيه الاسماك وانتاج الاسماك وكذا. فبديت معاه صراحه من 15 سنه، وكنت وكان يسافر معاي وانا اروح معاه وهالشكل، وتعرف واحد من الجماعه وهوايه، هي ماخذينها كهوايه ما شاء الله. فجبنا خذينا الخبرات والى اخره، وكنا واحنا متواصلين يعني فعلا مع الثروه السمكيه يعني، وكنا ناخذ من عندهم بعض المعلومات والخبرات ايضا. الله يبارك. براشد فكرت في زراعه الربيان؟ مع ان احنا ما شاء الله نعرف انها اسهل شيء. والله شوف الربيان وبعض الاسماك هذه يعني انا ممكن تعيقني بعض الامور اللي هي المساحه. المساحة هذه طبعا الاسماك تبي لها مساحات احواض كبيره. صح. ويعني وانا يمكن نص المزرعه كلها احواض. ما شاء الله. وبعضها يعني كزراعه يعني لي وتعرف يعني كبنيان وكذا. فدائما اذا انت تبي تنتج وتنزل يعني حق السوق كذا يبي لك مساحات يعني لا يقل عن كيلو كذا. الله يبارك. يعني انا شفته في السعوديه وشفته في مصر وشفته يعني بالكيلوات يروحون. ولكن انا ما المساحه ما تسمح لي ما شاء الله. يعني ما كانت تسمح لي. ولكن الربيان انا زرع يعني انا ما خليت جميع الاسماك ترى على فكره. جميع الاسماك يعني لو بقول لك ان القبقب هو الوحيد اللي ما معاش عندي. ايش تبي بعد القبقب هو الوحيد يعني بتصدق ان القبقب الوحيد، ولكن جميع الاسماك كلها ربيتها ما شاء الله. الله يبارك. يعني كلها ربيتها ويعني وخذيتها من خبره يعني لدرجه ان صبيطي لما جبته من البحرين والصافي والهامور ايضا وربيته عندي يعني من الخبره والمعلومات بان صبيطي وهو صغير يكون ذكر، اول ما يكبر يتحول لنثيه. الصبيطي الله نفس الشيء. الهامور اذا تشوفها يعني بالكيلو وزنه كيلو او كيلو ونص هذا ذكر، اول ما يكبر يتحول لنثيه. فهذه من ضمن ويتكاثر من نفسه الله. الصغير تشوفه ذكر. الحين هو امير اللي عندك كبار
والله انا عندي عندي اوامر. اذا كبار براشد بنين غاوص. شوف الهامور اللي تصيدني فيه المشكله شنو؟ الاكل. اعلافه ياخذ بكميات ترى اكله يعني. ايوه يعني مو زي الصبيطي ولا بعض الاسماك. لا الهامور تعرف اكله صعب يعني. وهذا واجهت ايضا المصانع اللي في البحرين من ضمن خبرتنا معاهم. ما شاء الله. زين براشد بغض النظر عن البلطي مثل ما قلت السمك السمك اللي البلطي والبوري هاي غيره اللي اقصده انا المحلي الحين شنو اللي جاهز عندك ما شاء الله وتقدر تنزله السوق من اسماكنا؟ انا شوف انا السوق اكتفيت ما راح انزل ما شاء الله. انا بدلت بان انزل بالسوق حوض سمك جميع الانواع الاسماك فيه وهي الحداق بالحداق في الحوض هذا. الله اللي الله. يبغي يجي يستمتع يجي يصيد يصيد ادامه بالسناره هوايه وياخذها بالكيلو ويتوكل على الله. يعني اللي جاهز الحين انواع 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 من الاسماك. الله يبارك انواع من الاسماك. ولكن بس اتمنى انهم يعطوني فرصه لمده مثلا تقريبا شهرين ويكون حوض الاسماك جاهز لهم يجون بالكميه. حوض تقريبا طوله 100 متر. الله يبارك. وفي انواع ولكن هذه يعني فكره انا خذيتها درستها شفتها من رحت جميع بلدان وشفتها ما لقيت الفكره هذه الموجوده يعني. ان شاء الله انك تلقاها عندنا وعند براشد. مبارك براشد الهيمي. طبعا احنا كل اللي نقوله لك الله يبارك لك. كلمه اخيره حق مشاهدينك وحق اللي بيوني حتقول عندك. والله انا اقول يعني المزرعه مفتوحه لهم والله يحييهم. ان شاء الله بعد شهرين بيكون في افتتاح يجون ان شاء الله المزرعه يجيبون عيالهم معاهم يصيد الكميه اللي قد يبغيها في نفس الوقت. يعني هي يعني خلنا نقول لك انه بدل ما يروح يشتري له كيلو صافي ولا كيلو مثلا بهالشكل يجي كهوايه وراح يحصل مثلا الكيلو اللي بيشتري في السوق اللي عندي اقل منه بعد. بيض الله وجهك وهيض ظن فيك ولا قصور في مشاهدين ان شاء الله. ان شاء الله. مبارك بن راشد النعيمي الله يرحم والديك. بيض الله وجهك وما قصرت. الله يسلمك. مشاهدينا هذه فقره يوم الخميس فقره هل البحر المزرعه لازم عقب شهرين عندكم دعوه عامه من مبارك بن راشد النعيمي. ان شاء الله هنروح نحدق وبعد تعرفون انتم عقب شهرين راح يكون اشتاء عندنا حياكم الله في المزرعه. هذه فقرتنا سامحونا على القصور. الميكروفون عندكم يا شباب. يا مرحبا يا مبارك مشكور ونشكر ضيفك براشد على هذه الفقره. استمتعت انا بالفقره ناصر. تروح تحدق لا هواء لا بحر لا تركب طراد. بعد شهرين ان شاء الله بنكون عنده باذن الله ونبي مكان الصبيطيه وين والهوامير بنحدق. انا عجبني العيال الصغار اللي بالصراريرنا يصيدون ما شاء الله بسرعه. اي من كثر البحر اذا تقعد لك فتره ما ادري عقب كم. هذه ما شاء الله ظهر مجوعين مجوع براشد مجوع السمك الظاهر. نعم اعزائي المشاهدين باذن الله ان شاء الله. ومن اعزائي المشاهدين من البحر الى البر ومعرض التخييم في ارض المعارض ومعنا زميل فهد الكعبي من هناك بينقل لنا اجواء المعرض. مساك الله بالخير يا فهد. مساك الله بالنور والرضا اخوي خالد الكبيسي ومسي بعد على اخوي ناصر بن سلمين وعلى مشاهدي قناه الريان الفضائيه. مثل ما احنا عارفين احنا حاليا متواجدين في مركز الدوحه للمعارض اللي يقام فيه معرض قطر للتخييم. طبعا هذا اول معرض يقام في قطر ويمتد 3 ايام اللي ابتدى من امس واليوم وفي الختام ان شاء الله يكون بكره. المعرض طبعا يحتوي على جميع المؤسسات الشركات الخاصه وايضا هناك مشاركه من وزارات الحكوميه. ومعانا اليوم طبعا اداره من ادارات الدفاع المدني اللي راح يتحدث بالنيابه عنهم النقيب جابر بن محمد المري رئيس قسم الاعلام والتثقيف الوقائي باداره الوقائيه للاداره العامه للدفاع المدني. حياك الله يا ابو يا محمد. مرحبا يا اخ فهد. يا مرحبا. وطبعا راح يرافقني في التغطيه هذه زميلنا ابراهيم بن علي النعيمي. حياك الله يا ابو ناصر. الله يبقيك يا ابو علي. ابو محمد في البدايه ابغاك تحدثنا عن مشاركتكم كاداره الدفاع المدني في المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة الريان على الجهود على الاستضافة. طبعا المعرض مثل ما انتم شايفين بدأ أمس وهو معرض قطر للتخييم لمدة 3 ايام ودارة الدفاع المدني طبعا شريك أمني في هذا المعرض وممثلة لوزارة الداخلية
في معرض أطل التخييم. كذلك عندنا ستاند خاص بالدفاع المدني فيما يخص وسائل التوعوية اللي خاصة بالتخييم بصفة خاصة، بحكم أن هذا المعرض هو معرض قطر التخييم. معرض قطر التخييم. نعم. زين نطلع شوي من المعرض ونشوف دوركم كدفاع المدني في التخييم الخارجي، إيش دوركم الفعلي في التخييم؟ مثل ما احنا عارفين احنا الحين بدينا في موسم التخييم. نعم، بداية طبعا علشان نكون في الصورة أو نوضح لأخواننا المشاهدين أن هناك طبعا فيه عدة جهات مشاركة طبعا في التخييم، ممثلة طبعا في وزارة البيئة، هناك وزارة الهيئة العامة للشباب، ممثلة في اللجنة الأولمبية، هناك عدة جهات، وكذلك المجلس الأعلى للتعليم، هناك أكثر من جهة خاصة في التخييم مشاركة معنا في التخييم. فهناك على سبيل المثال هناك طبعا مخيم سيلين، معروف هذا المخيم، أعتقد أنه صار له أكثر من سنوات وفي نجاح طبعا هذا المخيم، مخيم أكثر من وزارة مشاركة في هذا المخيم. طبعا دورنا كدفاع مدني هو دور الإشراف لا سمح الله من الحوادث اللي تكون موجودة، سواء فيما يخص بالتخييم داخليا من خلال اشتراطات الأمن والسلامة الموجودة في التخييم أو في المخيمات، أو لا سمح الله في البلاغات اللي بتكون مصاحبة طبعا لهذا المخيمات. طبعا أبو محمد مثل ما أنت ذكرت في المخيمات الخارجية، أبو ناصر بما أنكم أنتوا الحين جاء وقت الكشتات وبتكشتون وبتقنصون، إيش تشوفون دور الدفاع المدني معاكم أو إيش أنتوا يكون يعني اتجاهكم تجاه الدفاع المدني؟ والله بعلي مثل ما أنت عارف الحين بدأ موسم التخييم تقريبا من بداية عشرة، التخييم سواء على البحر في سيلين أو في الشمال أو العنان اللي في البر حق أهل الطيور وحق أهل المقانيس، يمكن من الأساسيات في التخييم مثل ما عرفنا من إدارة الدفاع المدني، الدفاع المدني. نعم. أن لازم توافر شروط في المخيمات، لأن الخيام معروفة تشتعل بسرعة، منها شب الضوء جاي نشتة، بعضهم يشب الضوء داخل الخيمة وبعضهم يقربها من الخيمة ولدارها ورقود تخبر تحترق الخيام، منها التسليك الكهربائي يمكن أبو محمد بيذكر هالأشياء، طفاية الحريق. نعم. على هذه الأشياء طفاية الحريق. فدور الدفاع المدني في التوعية خاصة يمكن اللي يخيمون كل سنة قدهم عارفين، لكن الشباب الجدد يمكن دور أبو محمد اللي بيوعيهم توعية على أساس أنه يكونون من البداية ما يستهينون في التسليك، في شب الضوء خاصة في الهواء، ما يتكسرون أنه يطفونها في الليل قبل لا ينامون. أنت أبو ناصر ذكرت أن اللي قدك شتوا من قبل عندهم خبرة، لكن أنتوا أكيد أن أنت عندك خبرة يا أبو ناصر، أنت الرسالة اللي توجهها توجهون رسالة حق المخيمات الجديدة اللي توهم يطلعون؟ أكيد الرسالة لا تستهين في التسليك الكهربائي، إذا أنت ما تعرف جيب لك خبير، يمكن بعضهم يقول وين أروح الدوحة تخبر المخيمات تكون بعيد، وين أروح الدوحة ولا الخور ولا المدينة أروح أجيب لي واحد يسلك الكهرباء، وكل مستعجلين يشبكها بشكل خطأ، فهذه منها غير الحريق يمكن تكون خطرة باللمس. صحيح. ثاني شيء شبت الضوء، عارفين الشتاء يكون لها لازم حفرة يسوون لها أم وجار ولا حفرة، ثاني شيء لقدهم بيرقدون في الليل يطفونها، فهذه من السلامة. طفاية الحريق شيء ضروري يعني ما يستهينون فيها، طفاية الحريق اللي في السيارة ما تنفع. أكيد. ما يعني من الوحدة ثنتين أو ثلاث خاصة الكبار، هذه المطابخ اللي يسوونها يمكن أبو محمد بيفيدنا أكثر عنها، المطابخ اللي في الخيام نفسها. زين أبو محمد الحين ذكر أبو ناصر عن الاشتراطات أو أنه ذكر بعض الشروط اللي هي، أنتوا كدفاع المدني عندكم شروط حق المخيمات يعني ما حد يحط مخيم إلا مطابق للشروط اللي أنتوا تحطونها؟ مثل ما تفضل طبعا في أكثر من جهة حكومية، إحنا الآن أكثر ارتباطنا الآن مع الجهات الحكومية كمبدأ البداية يعني. طبعا في عندنا سلمك الله حتى في تكون للأخوة المشاهدين ان عندنا إدارة الوقاية ممثلة في التفتيش والتراخيص، هذه القسم يقوم في الكشف على المجمعات قبل بداية الفعاليات، يعني يتأكدون من المخارج، يتأكدون من الاشتراطات الموجودة في هذه المخيمات على اساس ان العملية لا سمح الله يكون الامور كلها سالكة، التمديدات تكون مؤمنة ويكون لها اشتراطات خاصة،
الأدوات الموجودة، أدوات السلامة من طفايات تكون موجودة طبعاً في الخيم، بحكم الطفايات لسهولة نقلها وسهولة استعمالها طبعاً في الخيم. صحيح. هذه طبعاً، بالإضافة طبعاً أن يجي الدور الثاني لا سمح الله اللي هي في البلاغات، مثل ما تفضلت في بداية الكلام، أن هناك طبعاً في تنسيق بين إدارة الوقاية وإدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، كلهم منسقين مع بعض وكل واحد منهم له شغلة معينة. فلا سمح الله البلاغات طبعاً هناك إدارة العمليات لها غرفة تحكم خاصة في مثل هذه المخيمات، وماخذين طبعاً الحيطة والحذر طبعاً بحكم السنوات اللي مرت. صحيح. يعني معروف التخييم إيش الحوادث يعني. وإيش الحوادث بعد لا سمح الله اللي بتصير في الخيم أو في التخييم، من حرائق خيم، من الدراجات النارية طبعاً اللي في العروق وهي في اللي في منطقة سيلين، سيلين طبعاً بصفة خاصة. نعم. طبعاً نعم، هذه الأمور الحوادث يكون متواجد الدفاع المدني. طبعاً في تعاون بينكم وبين وزارة البيئة، هم يعطون تصاريح التخييم. إيه نعم. يعني من الاشتراطات إنه ما يحط الخيام إلا تكون نعم في مقفاة حريق. نعم. بداية عملية التخييم أو طلب التخييم الجهة الرسمية هي جهة وزارة البيئة. نعم. يعني في التصاريح في الموقع تحدد لك حتى المواقع، وحما التفقين معهم أن حتى المواقع في هناك تحدث مخاطر، يعني في الأودية وفي الأماكن هذه ممنوع الواحد طبعاً يحط خيمته. نعم. في مجرى الأودية، في مجرى لا سمح الله في الحوادث اللي تكررت في دول المجاورة. نعم. دول المجاورة صارت حوادث عندهم. يعني نقول إن عندكم أنتم شروط تحطونها، يعني ما راح يطلع ترخيص للمخيم طبعاً إلا يطبق هذه الشروط. نعم. هناك شروط لازم يتقيد فيها صاحب المخيم أو الراعي لهذا التخييم. طبعاً أبو محمد، أن ذكرت وأشوف تركيزك كله على منطقة سيلين، هل أنتم في جميع أنحاء قطر؟ لأن في مخيمات تكون في شمال قطر، في مخيمات تكون قبلة قطر. نعم. في مخيمات، هل يكون تواجد أيضا للدفاع المدني في هذه الأماكن؟ أنا مثل ما قلت لك الدفاع المدني ما شاء الله في كل، إن شاء الله نحن نغطي الدولة كاملة الحمد لله، والمراكز الحمد لله متوفرة، مراكز الإطفاء موجودة في جميع أرجاء الدولة. نعم. وكل واحد قائم بمهمته طبعا لله، كل يعني كل موقع له مركز مختص في هذه المواقع. لو قلت أنت مثلا الجميلية والمناطق الغربية لها. نعم. لها مركز هناك ثابت لها حتى فيما يختص بالتخييم. فالتخييم الحمد لله، لكن أنا أقول لك التخييم اللي في سيرين لأنه تخييم شبه رسمي، وهناك لكم مركز. نعم. ولنا مركز وصار. نعم. السنوات طبعا كثيرة في هذا المخيم. طبعا أبو ناصر، مثل ما ذكر أبو محمد بيض الله وجههم، الدفاع المدني منتشرين في جميع أنحاء دولة قطر، أنتوا ككشاتة أو كرحالة تدرون أقرب دفاع مدني عندكم؟ يعني مثلا كشتوا المناطق الشمالية، وش أقرب دفاع مدني؟ هل تكون الاحتياطات عندكم أنتوا ككشاتة؟ أكيد أبو علي، هي كل منطقة معروف المراكز والمستشفيات وكل شيء موجود فيها، مثلا عندك مدينة الشمال، عندك الجمالية، عندك انت عارف اي مكان قريب. لكن في مساله التخييم خاصه الخيام، يعني يمكن حتى ما تلحق انك تتصل حق الدفاع المدني يطفي الخيمه. صحيح. كلها لحظات خاصه في الهواء، فيمكن من الاساسيات التوعيه، اذا انت متوعي حق هالشيء يمكن ان شاء الله انك ما تحتاج حق الدفاع المدني ان شاء الله، ولا يحتاجونه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله الجميع. شخصيه اللي النقيب جابر بن محمد المري، رئيس قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الوقائية للإدارة العامة للدفاع المدني، نشكرك على تواجدك معنا. الله يحييكم. وبيض الله وجهك. وجهكم أبيض طبعا. وبو ناصر طبعا أنت راح تستمر معاي مشاهدينا الكرام، وأخوي ناصر بن سلمين، وأخوي خالد الكبيسي. طبعا هذا مو كل اللي عندنا في أرض المعارض، راح نرجع لكم مرة ثانية، لكن الحين نرجع لكم في الاستديو. شكرا، شكرا يا فهد، وشكرا لضيفك اللي معاك، وكلنا واقفة إن شاء الله ثانية معاك خلال الحلقة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. والآن نرجع مشاهدينا الكرام إلى الرسام حسن المطوع، ونشوف وين أوصلت رسمته الليلة اللي يمكننا، اللي كان معنا من بداية الحلقة يعرف بأن حسن دائما كل خميس يكون معنا ويرسم لنا رسمة. حسن، وين وصلت في رسمة الكاريكاتير؟ هلا أخوي ناصر، طبعا وصلت حين مرحلة التلوين، ويعني تقريبا 50% من الرسمة. ملامحها وش الرسمة؟ ملامحها بالطولة. حسن خلي التلوين علي، أنا بلون. أخاف تعفسنا.
شل في جات في بالك فكرة معينة حسن؟ والله هي فكرتين يعني. طبعا الفكرة الأولى هي عن الحماس، شلون الناس متحمسين من بعد إجازة العيد، والفكرة الثانية يعني أسلط الضوء على بعض الأمور اللي تتعلق بالعمل، ولأن المفروض أن كل يعني شخص موظف يتسم فيها يعني بإذن الله. خلاص إذا نخليها، ما راح نحرق الأفكار ولا الرسومات على المشاهدين، نخليها في آخر الحلقة إن شاء الله يشوفونها ونشوقهم أكثر زيادة. نعم أنا نرجع لك إن شاء الله حسن. متحمس أن أشوف، يعني أنا محظوظ أن أقدم حلقة يوم الخميس ويكون معنا حسن، قد مرة قعدت معه أنا فاجأني لما قلت له خلينا نشوف الملامع، طلعت لي بطولة. طلعت لي البطولة. الله إن شاء الله، الله إن شاء الله يخلي لنا عجائزنا وشيباننا وبركتنا. آمين. آمين. اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يطيل في أعمارهم ويخليهم لنا، لأنهم هم فعلا البركة. آمين. الله يحفظهم. أعزائي المشاهدين بنطلع فاصل، بعد الفاصل بنتابع 160 رياضيا وأكثر من 15 دولة تتنافس في بطولة قطر الدولية المفتوحة الثانية للكاراتيه. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في تراحيب. في اليوم الثاني لمؤتمر الرياضة والبيئة تستمر الجلسات الحوارية بحضور عدد من المتكلمين، والتركيز دائما على العامل الشبابي. اليوم الثاني للمؤتمر الرياضة والبيئة، الفئة المستهدفة هم الطلاب، والطلاب بالنسبة لنا احنا كبرنامج أول بالمدرسة مشاركين معنا في البرنامج أول بالمدرسة، كيف نقدر نحن نوعيهم بمعنى الرياضة والبيئة، بحيث ان الأشياء اللي نعطيهم إياهم اللي هي سواء كانت بالنسبة حق التغذية عندهم أو علب الماء أو الأشياء هذه اللي هي راح تضر البيئة، كيف ان احنا نقدر نحافظ على البيئة من خلال الأشياء هذه. أمور كثيرة تتعلق بالرياضة والبيئة احنا كنا غايبين عنهم، احنا كلجنة أولمبية كأشخاص عاديين من خلال الأطروحات التي قدمت صراحة في أمور كثيرة وعينا عليهم، فإحنا كيف نقدر نحن نحافظ على بيئتنا اللي هي كيف نقدر نسلم هذه البيئة نظيفة حق أجيالنا القادمة. وهذه بالنسبة لنا هو دور أساسي كبير. أتوقع اليوم خلال حضور الطلاب أتوقع أن إحنا قدرنا نوصل رسالة مباشرة للحضور من خلال العروض اللي تقدمت مميزة من خلال الأخوان اللي قدموا العروض، فأتوقع أن الرسالة وصلت إن شاء الله. نبقى أيضا في أجواء الرياضة، إذ يستضيف الاتحاد القطري للكاراتيه بطولة قطر الدولية المفتوحة الثانية للكاراتيه في الدوحة خلال فترة من 25 إلى 26 من هذا الشهر. التفاصيل تابعوها معنا في هذا التقرير. هذه البطولة بطولة قطر الدولية الثانية اللي سوف تقام من يوم 25-26 الشهر الحالي اللي هو أكتوبر. البطولة على ثلاث منافسات، فئة الشباب الرجال وشباب وناشئين. والبطولة هذه الحالية تفرق حتى عن البطولة السابقة، تواجد الممول السبونسر اللي هو الحالية موجود عندنا، كل هاي البطولة اختلفت عن البطولة السابقة. هناك فروقات كبيرة مثل الحافز المادي من 7000 أورو إلى 25000 أورو، عدد اللاعبين من 70 إلى 170 لاعب، عدد المنافسات من 7 منافسات إلى 11 منافسة، إلى عدد الدول من 11 دولة إلى 27 دولة. كل هاي الأعداد هي فرق في البطولة السابقة والبطولة الحالية. البطولة يعني تعكس دولة قطر على اهتمامها الرياضي
من خلال البطولات الدولية من إن كان اتحاد الكاراتيه أو الاتحادات الأخرى. هذا بالعكس يعني يثري الرياضة القطرية من خلال تواجدها على الساحة الدولية، وكل هذا يعني يعطي وجهة لقطر أنها عاصمة الرياضة، دوحة الرياضة. اللاعبين القطريين محضرين لهذه البطولة، وعندنا بطولة عالم بتكون الشهر الجاي، لابد أن يكون اللاعبين محضرين لهذه البطولة. وأنا أعتقد إن شاء الله راح نكون عند حسن الظن من خلال التنظيم الإداري والفني والنتائج إن شاء الله. أتمنى النجاح إن شاء الله بإذن الله لهذه البطولة. نعود أعزائي المشاهدين للزميل فهد الكعبي في معرض التخييم، شو الجديد عندك يا فهد؟ مرحبا أخوي خالد وأخوي ناصر، طبعا أبشروا بالجديد، مثل ما قدمنا إدارة الدفاع المدني أيضا مؤسسة حمد الطبية لها مشاركة في هذا المعرض اللي راح يحدثنا عنها السيد راشد بن محسن ألنديلة مدير العلاقات العامة بخدمة الإسعاف. حياك الله يا راشد. يا مرحبا، نشكركم على الاستضافة أول شيء، جيتونا هنا في المكان الزين. لا شكر على واجب، وهذا حق واجب، وطبعا زميلنا إبراهيم متواجد أيضا معانا المرة الثانية. راشد، أبغاك تحدثنا عن مشاركتكم في معرض التخييم. والله إحنا شاركنا هنا في معرض التخييم على أساس إن إحنا يعني مؤسسة حمد كانت جزء من 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 التخييم. نعم. من موسم التخييم، في إنها كانت عندنا عيادة في سيلين، واليوم افتتحنا العيادة، وجزء من العيادة هذه كان فيها خدمة الإسعاف، مشاركين في سيارات الدفع الرباعي راح تكون داخل سيلين، الناس مخيمين وكذا، فعدد البلاغات متوقعين راح يكون أكثر، إن شاء الله ما يكون أكثر بس أكثر من الطبيعي، لأن يعني عدد الناس اللي في الدوحة راح يروحون يخيمون برا، وهذا فجبنا سيارات الدفع الرباعي وفيها اللي تقدر تشيل المريض نفسه، فشاركنا بأربع سيارات دفع رباعي وجايبينهم هنا في المعرض للعرض وكذا. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي عندنا حملة توعوية مشاركين فيها، الحملة هذه التوعوية ساعدنا نساعدك، عرف الخمس نقاط لإنقاذ حياة. طبعا الخمس نقاط لازم نقولهم. نعم. أول نقطة اللي هي اتصل في 99 فورا. نعم. ثاني نقطة اعرف مكانك. ثالث نقطة اتبع التعليمات واجب عن الأسئلة وافسح المجال للإسعاف. طبعا في موسم التخييم حنب نقول أهم نقطة من الخمس نقاط إنه اعرف مكانك. صحيح. يعني الـ في التخييم يكون في البر، في ناس من خصوصا يعني واحد اللي من نوع ما يطلع واجد وهذا، فيكون مرات ما يعرف مكانه، فهنا النقطة اللي الحلقة المفقودة خلينا نقول. لازم يعرف مكانه أو أقرب منطقة له يعني. نعم، احنا عندنا طرق على أساس نوصل للمريض اللي هي مثلا وظفنا ناس شغلتهم في الدفع الرباعي، سيارات الدفع الرباعي يعرفون سيلين نفسها، يعرفون منطقة البر يعرفونها. نعم. يعني في الليل يقدر يوصل لك، تقول له طعس كذا خلاص يوصل لك، يعرف المخارج، يعرف الطرق اللي موجودة في سيلين، المخارج الآمنة للمريض، المخارج اللي يعني الأماكن المعروفة عندنا، فهذا هو. تستعملون جزء راشد الجي بي اس؟ نعم، حن مثلا واحد عنده الجي بي اس يعطيكم إحداثية. حن نستخدمها، بس الأجهزة هذه مرات ما تعطينا الإحداثيات صح، وصادتنا شغلات الإحداثيات ما تطلع صح. حاولنا فيها إن بالخبرة أفضل من خلينا نقول الأجهزة هذه، خصوصا إذا أنت عطيتني إحداثيات مرات يعني يا إنك أنت بتغلط في الإحداثية، يا أنا بغلط في تدخيل الإحداثية، يا إن بتغلط مثلا على أساس بعض الأجهزة تكون بالمايل والثانية بالكيلو، يختلف تماما الموقع، ما ضبطت معانا كم مرة، ما ضبطت معانا. بس الشغلة الثانية اللي عن التكنولوجيا، احنا شغالين في وش، في تحديد موقع الشخص نفسه. الحين عندنا خدمة جديدة بتدشن، طبعا مشكورين وزارة الداخلية، طبعا هي تحت وزارة الداخلية، ان تحديث يعني التلفون نفسه تحدد من التلفون الجوال هذا وين في الخريطة، في خريطة قطر. فهذا الشيء اللي راح نستخدمه وراح ينفعنا كثير. طبعا راشد، مثل ما احنا عارفين الحين بدا موسم التخييم، ونسال الله انه هي
يمن عليهم الأمن والأمان اللي بيكشتون إن شاء الله ويرجعون نعم. سالمين. طبعا أنتوا شلون راح تغطون المخيمات؟ هل بالإسعاف الطائر أو بالإسعافات السيارات؟ طبعا إحنا عندنا خطة لأي إيفنت لأي شغلة، عندنا نرتب خطة قبل ما يكون الشغلة هذه، قبل موسم التخييم اجتمعنا مع البيئة ومع وزارة الداخلية، مشكورين كلهم، يعني كلهم صراحة بيضوا الوجه، المكتب الهندسي كلهم بيضوا الوجه، نحب نمسيهم بالخير. رتبنا إسعافات عادية وإسعافات دفع الرباعي. إسعافات دفع الرباعي ما تطلع من سيلين في التخييم، في السيلين وفي في الشمال بعد، في مناطق التخييم اللي في الشمال. السيارات هذه الدفع الرباعي بس تقعد في شو اسمه المنطقة اللي فيها توصل للمريض. نعم توصل المريض للشارع بعدين ياخذ اسعاف عادي، لان احنا نبغى الدفع الرباعي بس يقعد في شغلته في تخصصه في مكانه في تخصصه. نعم اعرف مكانك. نعم. هذه النقطة، هذه اهم نقطة، اعرف مكانك. طبعا في التخييم مرات في البر وهذا الواحد ما يعرف، فايش ما قلت قبل ف يكون يعرف اقرب معلم له. طبعا عندنا معالم واجد. نعم الحين اعرف مكانك، مثلا انا عارف مكاني، لكن مثل المناطق الشماليه ولا الجنوبيه غير السيلين والعديد او غير المناطق اللي يمر بها القار مثل المرونه وهذه كلها معروفه. انا داخل مثلا في الزوير، بقول مثلا حق الاسعاف انا في الزوير، في حد بيعرف المنطقه هذه؟ نعم مسميات. نعم. مسميات نعم. اللي في قطر عندنا في قسم الاتصالات، عندنا في خرائط. نعم في خبره عندنا، مثل اللي برد عليه المكالمه اوريدي في ناس قد اتصلوا قبل. نعم قد يكون ان اطلبوا من نفس المنطقه فيكون يعرفها، يعني انا متاكد انه راح يعرفها اكثر المناطق بحكم خبرته. الاشخاص قطريين ولا بيمشي على الخارطه؟ الاشخاص قطريين اللي في الاتصالات قطريين. نعم اللي في الاسعافات نحاول نوظف قطريين، والمجال مفتوح الحين توظيف القطريين. نعم. زين ابو ناصر، الحين احنا تكلمنا مع راشد بن محسن الديلة. نعم. عن هم وضعهم كاسعافات، انتم ككشاته كمقناص، طبعا الله يستر على مقانيصنا الحين الحبارة جات الطرد، تكلمنا عن النصايح ولا تكلمنا عن والله الطرد المتصفيق. انا بقول لك يا ابو علي، يمكن الحين ما حد يطرد مثل قبل، الحين الجهاز موجود ريشه في الطير، الحبارة تخلي الواحد يغيب يا ابو ناصر، يغيب لكن في حدود. اما اذا جاك يمكن قاعدنا كلنا حافظينها. صحيح. القاع اللي قدامك وعر، حتى ربع اللي في الجهاز ينبهونه، يا فلان خف ترى قدامك وعر. الطير في ريشه وفي رغم، والطير اللي بيضيع في قطار ما هو برايح، حتى لو ما في ريشه. اليوم الثاني ولا في نفس الليله بيجيك. فالحبارة طير والروح غاليه، يعني المهم المفروض صحيح. ان الواحد يحافظ على نفسه، اليوم بتعين حبارة وبكره بتعين وعقبه بتعين. الطرد يعني نهايته شفناها يعني مع ناس وايد وتحسفوا عليها، خاصة اللي برا قطر ما هو في قطر، فقعنا معروفة ولا حد عندنا يطرد، خاصة احنا نشوف الشباب ما شاء الله الصغار يركب ريشة وهم يتناصحون بينهم وبين بعض في الجهاز، خف لا حد خف قدامكم معار ولا حد يطرد الطير في ريشة. فالحوادث انا ما اقول لك، انا اقول يمكن في المخيمات من لدغة، الحين مخيمات فيها لدغ صحيح فيها الحرائق، ولا الطرد ان شاء الله انه ما في طرد، ان شاء الله انه ما حد يطرد ان شاء الله. يعطيك العافيه ابو ناصر. الداخليه منع الاطفال من سياقه البطابط الكبار وهذا. نعم. هذه هي اللي راح تحمينا قبل لا يوصل الاسعاف، يعني التوعيه حق اولياء. نعم. اولياء الامور يعني احنا نقول الدراجات، حتى مش الدراجات يا راشد، يعني يمكن تجيك يعني من العاب بسيطه، يلعبون كره قدم، يلعبون طائره. نعم. يعني تجي لهم اسم الله عليكم كسور ولا حاجه. نعم لا بس الدراجات مثل ما ذكر راشد يمكن اكبر من حجم الطفل الصغير البانشي وهذه، يعني ما يسيطر عليها. هذا المفروض يكون إن هناك شروط. طبعا يعني هذا اختصاص هناك شروط اكيد. نعم. حاطين شروط هذه حق ولي الامر واللي هو اللي يشوف. نعم والتوعيه تجي بعد التوعيه. نعم. طبعا سيد راشد بن محسن آل ديلة مدير العلاقات العامه بخدمه الاسعاف، بيض الله وجهك ونشكرك على تواجدك معنا واثرانا بهذه المعلومات الطيبه. وياك الله يسلمك، وياك الله طول عمرك، إن شاء الله تخيم آمن إن شاء الله. إن شاء الله. آمن للجميع إن شاء الله. إبراهيم بن علي النعيمي، بيض الله وجهك على برفقة الليلة. لا خلا ولا عدم. طبعاً أخوي ناصر بن سالمين وأخوي خالد الكبيسي ومشاهدينا الكرام، هذا اللي كان عندنا اليوم في مركز الدوحة للمعارض، وبالتحديد في
في معرض قطر للتخييم، ونرجع لكم في الاستوديو. بيض الله وجهك يا فهد، وبيض الله وجه ضيوفك اللي معك. يمكن وشكرا لكم على هذه الفقره. يمكن ابراهيم في بعض الفترات ينسى نفسه انه ضيف قاعد يسال، فهذه مشكلتنا دائما احنا الاعلاميين، مهما كان ضيف لازم يسال. الله يعطيهم العافيه، صراحه كانت فقره مميزه ومفيده. شلونك مع التخييم انت؟ والله كل سنه اخيم، لكن شمال ما اروح سليم. ليه؟ اقرب لي هناك. وسليم مالك نيه؟ والله مر على الربع، مر عليهم، لكن ويكند مر عليهم خميس وجمعه، لكن المخيم موجود في الشمال وحياك الله. يا الله يحييك. اذا نتمنى ان شاء الله لكل المخيمين ان الله سبحانه وتعالى يحفظهم من كل شر، ونتمنى انهم ايضا يستفيدون من الارشادات اللي سواء كانت من الدفاع المدني، سواء كانت من الاسعافات، وهذا كله المحافظة على سلامتهم. الله يحفظ الجميع ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين، فاصل، وبعد هذا الفاصل بنتابع أسبوع الأنشطة الثقافية للإكوادور في كتارة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ضيفنا الرسام حسن الطوع اللي انتهى من رسمته وجاء في الوقت، وجاء لنا الحين حتى نكتشف الرسومات اللي رسمنا. طبعا احنا نضحكنا ان احنا شفناها. حياك الله اخوي حسن. طبعا انتهيت من الرسمات. ايوه رسمت رسمتين. الرسمة طبعا من بعد إجازة العيد والموظفين رجعوا للعمل، وحبيت ارسم رسمتين. نعم. الرسمة الأولى عنوانها الحماس. ما لها حل صراحة. خلنا نروح مشاهدينا عشان يعرفوا ليش. الحماس يعني ريال متحمس ومحلق ورايح الدوام. طيب ورايح الدوام. ضربت رمبة من بعد إجازة. الحين حسن الخضار هذا حق تسويته الحين. هو نسى يحط الفودر. بس ليش هو الحين مبوز ولا مصفي يصفر؟ لا هو متحمس ايه. حماس تدري تعابير الوجه تكون هالشكل يعني ايه. الله يبيض وجهك صراحه. رسمه مميزه معبره جدا عن الحماس. والرسمه الثانيه اللي هي عن الابتسامه، يعني تعمدت ارسم فيها الموظف مبتسم وضروسه تبين الاهميه الشيء هذه، يعني خصوصا للاشخاص اللي يعملون في القطاع اللي هو خدمه العملاء. نعم. و يعني الابتسامه شيء مهم، يعني حتى يدعون له العجوز الشيء. طبعا عندك العجوز شو اسمه اخذت اللي معاملتها ومبسوطه، فدعت له دعوه تقول له الله يوفقك، وعندك الشاي بعد نفس الشيء يقول له الله يكثر من امثالك. يعني الدعوه هذه بروحها تكفي. نعم وان شاء الله نتمنى احنا موظفين كلهم سواء كان كبير او صغير انهم يعني يكون هذا خلقهم هو الابتسامه ومساعده الكبير والصغير شيء مهم. بعدين لا تنسى الابتسامه صدقه، يعني مجرد ابتسامتك الشخص يعني ولا تنسى بعد عندك ناس كبار في السن تساعدهم، هاي شيء يعني اجر في الدنيا، وبعدين اكيد أجر مضاعف يعني. بعدين حلو ان الواحد يتقن عمله، ان الله اذا حب عبدا اذا عمل عبدا عملا ان يتقنه. نعم. صراحة يعني رسومات مميزة من رسام كاريكاتير مميز. الله يعني يمكن شهادتنا فيك مجروحة حسن، لكن للأمانة يعني في الصميم جابها جدا مميزة الرسومات. ولا مستعجل على الدوام. يمكن الابتسامة يمكن لو نشوف الصور مرة ثانية نشوفها مع المشاهدين ونعلق عليها. يعني أنا شايف الرسمة هذه اللي هي الابتسامة اللي حاليا على الشاشة هو ممكن هذه دلت ذكرت انت حسن يدل على ابتسامه الموظف عند استقباله للعملاء بعد هذا العمل. يعني ما يجي بعض الناس يقول لك لا والله الموظف يا اخي بعد الدوام ما له بعد الاجازه ما له خاطر، مهما كانت ضغوطات العمل. نعم. مهما كانت الضغط اللي صاير في العمل الناس اللي لكن واجبه انه يكون مبتسم اكيد لانه قاعد يؤدي واجب عليه. يعني بالعكس الواحد ياخذ العمل اللي هو يقوم فيه باستمتاع ويستمتع ومع الناس الناس راح تحب الشخص هذا، يعني سواء كان مدير سواء كان عميل، وطبعا هاي شيء
وساعدهم قد ما يقدر. أكيد. يكفي الدعاوي من الناس إذا خلص معهم. هذه بروحته. بيض الله وجهك، جزاك الله خير. حسن، خلينا نشوف الصورة الثانية اللي يمكن إحنا ضحكنا على الصورة، لكن فعلًا حسن هي دائمًا الإنسان كل ما يكون رايح بحماس، راجع العمل بحماس، بالذات إجازة، أنت ماخذ إجازة أكيد. يعني ترتاح فيها، ارتحت في هذه الإجازة، الآن ترجع بحماس وترجع خصوصًا بعد إجازة طويلة، يعني عندك إجازة العيد، لما واحد ينبسط في الإجازة فيرد الشغل بنفسية مرتاحة وده يرجع خلاص يعني. نعم. رسومات مميزة، حسن مطوع، رسامنا الكاريكاتيري المتميز. نشكرك، نشكر حضورك اليوم معنا. شكرا لك. الله يبيض وجهك. وما زلنا مشاهدينا الكرام طبعا متواصلين، وهواية الدراجات النارية هي طبعا من طراز هارلي دايفيدسون، هارلي دايفيدسون، طبعا هي منتشرة في أنحاء الخليج. محبي هذه الهواية اجتمع في الدوحة قادمين من السعودية والبحرين ليحتفلوا بمرور عام على تأسيس المجموعة القطرية سول رايدرز. المزيد في هذا التقرير. طبعا احنا قدمنا دعوه حق الاخوان في شبكه البايكر نتورك، ولبوا الدعوه مشكورين من ثلاث جروبات، بحرين بايكر والشرقيه والقطيف، جزاهم الله خير وصلوا. وهاي طلعنا لهم، استقبلناهم من الحدود لين ما جبناهم هني مقر الفندق، مقر اقامتهم. فطبعا هم بيشاركونا ان شاء الله باذن الله في احتفالياتنا السنويه بعد مرور سنه كامله على الجروب وعلى انشائه. بيتمون معنا تقريبا لمده 3 أيام، بيكونوا مواصلين موجودين ان شاء الله لين 70، من 70 لين 100 بايكر. عدد الحضور من البحرين 17 شخص، حصلنا دعوه من جماعتنا اخواننا سول رايدرز لحضور يعني اليوم، ويكون موجودين معاهم في الانيفرساري مرور سنه ان شاء الله، بكره راح يصيرون مرور سنه، حبينا نشاركهم في الاحتفاليه. احنا كبحرين وقطر يعني كشعب في البدايه يعني اخوان. ثاني شيء الدراجات اللي صايرين هذه اللي قاعده تقرب العلاقات الدراجين مع بعض، من حيث السلامه، من حيث الهوايه، من حيث ان مساعده البعض. احنا كتيف بايكرز من بايكرز نتورك، هي شبكه للدراجين من كل دول الخليج ودول العالم. حصل اتصال عن طريق الشبكة وجينا نتعرف عليهم علشان نحيي يعني التعارف ونسوي أمسية لقاء مع بعض وتعارف مع بعض، وننسق برضو للرحلات مستقبلية سواء كان لدول الخليج أو دول أخرى. فإحنا سعدنا بصراحة بلقاء أخواننا من القطر، وما شاء الله طلعوا إلى الحدود وتلقونا هناك و قادونا إلى هنا، وإحنا بصراحة نتشكر الجماعة أهل الدوحة ما قصروا ويانا. إحنا اللي وصلنا الآن 6، المتوقع يمكن يوصلوا حتى أكثر من 35 إلى 40 دراج. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن التجمع الدراجين الخاصين بهارلي ديفيدسون. طبعا انا هاي من الدراجات اللي انا احبها، لكن اول مره اسوقها. هو شكلها حلو لكن سوقتها ما هي بحلوه. قد سكتها؟ والله بغيت اسدحها. زين الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين، يعرض الحي الثقافي كتارا بالتعاون مع سفاره الاكوادور وهيئه السياحه القطريه أنشطة ثقافية للإكوادور، وذلك بهدف تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين.
يحتضن الحي الثقافي كتارا أنشطة وفعاليات تحمل في طياتها أبعادا ثقافية وتاريخية لجمهورية الإكوادور، ويأتي الهدف من استضافة المهرجان الذي يقام بين 22 و 26 من الشهر الجاري تعميق العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور. احنا لله الحمد اليوم كان المهرجان كبير جدا بحضور يعني تقريبا لا يقل عن 2000 شخص في المسرح. لأول مرة يعني تكون فعالية تحدث في كتارة بالتعاون مع سفارة معينة يحضر هذا العدد. احنا على تعاون دائما مع السفارات جميعها بدون استثناء، ولكن بالنسبة لسفارة الإكوادور طبعا هناك كان تعاون على مستوى رفيع، وتمخض هذا التعاون على هذا المهرجان الضخم. وتنوع العرض بين عزف للموسيقى والرقصات الشعبية للدولة اللاتينية وعرض للزي التقليدي والأزياء الفلكلورية لجمهورية الإكوادور. وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الإكوادوري افتتح معرض للفن التشكيلي والمنحوتات اليدوية التي تشكل جزءاً من موروث الإكوادور وثقافتها. كذلك سوف تفتتح على شاطئ كتارا مشاهد تحاكي الحياة الطبيعية البحرية في الإكوادور. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام من الحي الثقافي كتارا، وهي إقامة حفل لسفارة الإكوادور أو مهرجان للإكوادور. طبعا شفنا الأجواء كيف كانت. نعم وحلو المسرح المكشوف، وكان الجو حلو صراحة. نعم حلو تبادل الثقافات، نعرف ثقافاتهم يعرفون ثقافتنا، حلو هذا الشيء. نعم أنا عجبني إن على الجو المكان كان المسرح المكشوف للمسرح الروماني في الحي الثقافي كتارا. وبما نحن يعني في الجو خلونا نروح لراشد الدوسري ونشوف علوم الجو. راشد مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور والسرور. يا مرحبا. يا مرحبا. علوم الجو يا راشد. لا علوم طيبة اليوم وبكرة بعد بكرة ما في تحذير، يعني خوش جو بر وبحر. الحمد لله. وبشكل عام الجو بيكون صحو في بس فترة الظهر بيكون تقريبا في بعض السحب على بعض المناطق. بالنسبة للهواء بيكون شمالي غربي لشمالي شرقي تقريبا أقل من 15 عقدة. الموج على السيف من قدم لقدمين، داخل البحر من قدم لثلاثة بس بيوصل 4 أقدام على بعض المناطق. بكرة نفس الشيء بيكون الهواء شمالي غربي لشمالي شرقي من 5 إلى 15، بتوصل تقريبا بعض المناطق ممكن توصل حدود 18 تقريبا في فترة الظهر، بس عقب بيكون الجو عادي ما في شيء. حرارة بتكون عادية يعني خاصة في الليل بيكون الجو شوي بارد على بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة. بعد بكرة إن شاء الله الجمعة بيكون الجو صحو مع بعض السحب المتفرقة تقريبا على بعض المناطق. الهواء بيكون شمالي غربي إلى شمالي شرقي من 3 إلى 12 عقدة، بتوصل 15 عقدة تقريبا. بس بشكل عام الهواء يعني متغير، يعني ما السرعة ثابتة لكن متغير اتجاهه. اي نعم. بيض الله وجهك يا راشد الدوسري على ذي العلوم. ومثل ما قال شكرا لك راشد، مثل ما قال راشد مشاهدينا الكرام الجو اليوم وبكرة يعني مميز، ما عاد في تحذير ولله الحمد. طبعا اليوم يعني بدأت إجازة الأسبوع، ونتمنى للكل إجازة أسبوع سعيدة بإذن الله. إن شاء الله. آمين إن شاء الله. إن شاء الله أنه يعني بشرنا بالخير نروح البحر. بدنا بشرك بشرك، قالك ما عاد في شيء. الحمد لله. سعد الله يعينك ألبرت. لا ما يحتاج. الآن أعزائي المشاهدين من علوم الجو نروح لأخبار العالم، وابتكار تقني جديد هو عبارة عن روبوت ولكن على شكل سمكة. نشوف التقرير. كثيرة هي الروبوتات المخترعة في العالم، إلا أن روبوت السمكة هذا ربما يعد الأكثر تقدما منها. الروبوت السمكة توصل إليه باحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، إذ إن الروبوت مبرمج للقيام بمجموعة واسعة من المهمات مثل تلك التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان تحت سطح البحر، أو الكشف عن تسرب لخطوط أنابيب معينة، أو زرع كابلات الاتصالات وغيرها من المهام.
الروبوت مستوحى تصميمه من حركة الأسماك الحقيقية، إذ يحتوي على زعنفتين تساعده على الحفاظ على الطفو والتوازن، في حين يبلغ طول الروبوت متراً ونصف المتر ويزن 10 كيلوغرامات، كما يمكنه الغوص على عمق يصل إلى نحو مترين. ويأمل الباحثون في المستقبل التغلب على مشكلة ضغط المياه، ما يمكنهم من زيادة العمق الذي يستطيع الروبوت الغوص إليه. خوش روبوت يا ناصر. أيوة والله خوش روبوت. اسمك ترجع لا بس يعني يقول لك انهم قاعدين يدرسون، انهم يحاولون انه يعني يصل الى اعماق اكثر من مترين. نعم، هو الغيث قطرة، الحين مترين، عقب يوصل الى 100 متر بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، حلقتنا الليلة انتهت، أما بكرة إن شاء الله فترقبوا إعادة لأبرز التقارير اللي شفناها في هذا الأسبوع، بالإضافة إلى متابعة لأجواء معرض التخييم مباشرة من أرض المعارض. وبعد ترحيب أعزائي المشاهدين بتشوفون على قناة الريان برنامج الساعة 8:30 اللي هو برنامج رمعة، والساعة برنامج رمعة بيكون بإذن الله إن شاء الله الساعة 9 بإذن الله إن شاء الله. نعم، وأما الساعة 10:30 إن شاء الله راح تتابعون برنامج 102 FM وبرنامج القلائل الساعة 11:30. نعم، لأي اقتراحات أو استفسارات والتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاغ برنامج ترحيب. الوعد بكرة إن شاء الله على نفس الوقت، وفي أمان الله. مسونا على خير.